هو وصوني قالوا لي حسين احنا نريد سماعه هيدفون اللي هي الهيدسيت ومتعلمين على الاصلي ومثل ما تعرفون الاصليه او البراندات العالميه حيكون صوتها طبي شنو صوتها طبي يعني مثلا يجي لي زبون يقول لي انا اريد صوت يطرش الاذن اي براند ما راح يجيك صوتها يطرش الاذن راح يجيك صوتها طبي ينطيك هرتزيه على مود لا تاذي الاذن في حاله ان استخدمتها فتره طويله وحتى الدمام او البيز مالتها حيكون بيز نقي صوت واضح وما يطرش الاذن فاجاني منتج كلش حلو بفكرة شبه مو مطروقة يعني مو هي ممكن مطروقة بس انا شفتها جديدة ماركة كيو واي اس بيها ضمان سنة خلينا نشوف تفاصيلها وشنو الجديد بيها هذه يا اخوان صراحة جدا مريحة باللبس شغل مالتها روعة الصوت مالتها مثل ما سولفنا حيكون طبي جدا مريحة باللبس التبطين للاذن وللراس روعة الفكرة الجديدة هاي الدقمة هذه بعد ما تدوسها راح تشتغل سبيكر السبيكر مالتها يعني صوت خارجي برا الصوت كلش حلو وكلش عالي وانصح اللي يشتريها ما يشغل هذا السبيكر لان صدق راح يزرف اذنه لان صوتها برا راح يكون كلش عالي فهاي ممكن تكون هيدسيت وبنفس الوقت سبيكر حتكون منفذ الشحن مالته اكيد تايب سي وراح تنطي خمس ساعات وقت تشغيل حتى في حال انه انت بشغل سبيكرات حتكفي خمس ساعات منتج فيك ممكن يفيدك ممكن يعجبك بس انت اذا تريد صوت يطرش الاذن ما نصحك بهاي واذا تريد صوت طبي وتحافظ على اذانك هاي كلش مثاليه نجربتها يعني جربتها حاله حال البراندات الاصليه بنقاوه الصوت وان عندي توصيل كل العراق اربع وقتات سمح فضلات الطلب الاستفسار راسلون تحياتي تحياتكم انا اخوكم حسين ثمانية وسعره 28000 دينار